احتفاء بمئوية الثورة العربية الكبرى، نظم معرض فني يرسم الرحلة العربية نحو الحرية التي خطى خطوتها الأولى الشريف الحسين بن علي صاحب الرصاصة الأولى التي رسمت طريقا نحو المستقبل وسطرت أول حرف في سفر الحرية. ضمن احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى، نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين معرضاً للوحات الفنية تحت شعار الأطفال يرسمون رحلة الشريف الحسين بن علي نحو الحرية، لوحات فنية تجسد مسيرة الثورة العربية الكبرى نحو الحرية خلال مسيرتها وأهدافها ونتائجها، لترسخ في ذاكرة الطلبة الهوية الأردنية الوطنية برسومات فنية معبرة وصادقة تدفقت منها العواطف وخلجات القلوب. 100 لوحة فنية اختارتها اللجنة المشكلة لهذه الغاية من أصل 700 لوحة فنية لطلبة من مختلف الفئات العمرية ومختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة، لبث روح الإبداع والتميز بين الطلبة والمعلمين والكشف عن المواهب ورعايتها بما يكفل تنميتها وتأهيلها لتمكينها من المنافسة الدولية. هي محاولة معرفة مواهب وقدرات الطلاب في وضع ما يفهمون من قضايا مختلفة بشكل رسوم والتعبير عما في داخلهم حول قضايا معينة. كانت كما قلت المسابقة حول الثورة العربية الكبرى. نشاطات تربوية عديدة تنظمها وزارة التربية والتعليم تهدف إلى الصقل والكشف عن مواهب الطلبة لتحقيق ودعم إبداعاتهم وتنميتها واعتمادها من قبل المعنيين كقصص نجاح، بما يضمن تعميم الفائدة منها وإتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع عليها. أسامة العدوان، رؤية.